السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الأساسي في درس جديد بعنوان قابلية القسمة على العدد 3. طلابي الأعزاء، لنبدأ على بركة الله. هل أنتم مستعدون؟ رائع، إليكم هذه الأحجية. أنا عدد من مضاعفات العدد 3، آحادي عدد أركان الإسلام، وعشراتي أصغر عدد فردي، فمن أكون؟ أحسنتم، 15. أحبائي، ما المضاعف الثاني والمضاعف السابع للعدد 3؟ أحسنتم، المضاعف الثاني للعدد 3 هو العدد 6، لأن 2 ضرب 3 يساوي 6. المضاعف السابع للعدد 3 هو العدد 21، لأن 7 ضرب 3 يساوي 21. طلابي المبدعين، ما العلاقة التي تربط بين عمليتي الضرب والقسمة؟ حقاً أنتم مبدعون، علاقة عكسية. لنشاهد ذلك معاً. 6 ضرب 3 يساوي 18، ومنها 18 تقسيم 3 يساوي 6. من يحدد لنا عناصر عملية القسمة هنا؟ رائعون، المقسوم هو العدد 18، المقسوم عليه هو العدد 3، ناتج القسمة هو العدد 6، الباقي 0، أي أن عملية القسمة هذه منتهية. أحبائي، إذن العدد 18 من مضاعفات العدد 3، ويقبل القسمة على 3 دون باق. وبناء على القاعدة أيضا التي تعلمناها سابقا، وهي مضاعف أي عدد يقبل القسمة على نفس العدد دون باق. ما رأيكم؟ سأعرض لكم حقائق الضرب للعدد 3. ركزوا معي، أمامنا على الشاشة حقائق الضرب للعدد 3. وكما تعلمنا سابقاً بأن نواتج الضرب هي مضاعفات للعدد، وتقبل أيضاً القسمة عليه. سنقوم الآن بجمع أرقام كل مضاعف من مضاعفات العدد 3. ماذا نلاحظ؟ مجموع أرقام كل مضاعف هو أيضاً من مضاعفات العدد 3. نستنتج من ذلك أنه يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3، أي مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3. طلابي الحلوين، إليكم هذا المثال. أمامنا على الشاشة
مجموعة من الأعداد. هيا لنضع خطاً تحت العدد الذي يقبل القسمة على 3 باستخدام القاعدة فيما يلي: 17، 24، 79، 123. لنبدأ بالعدد الأول. جاهزون؟ رائع. 17 مجموع أرقامه 7+1 يساوي 8. العدد 8 ليس من مضاعفات العدد 3، إذن العدد 17 لا يقبل القسمة على 3. العدد الثاني 24 مجموع أرقامه 4+2 يساوي 6. إذن العدد 24 يقبل القسمة على 3، لأن 6 من مضاعفات العدد 3. العدد الثالث 79 مجموع أرقامه يساوي 16، فلا يقبل القسمة على 3، لأن العدد 16 ليس من مضاعفات العدد 3. العدد الرابع 123 مجموع أرقامه 3+2+1 يساوي 6، يقبل القسمة على 3، لأن مجموع الأرقام 6 والعدد 6 من مضاعفات العدد 3. أحبابي المبدعون، والآن هيا نفكر معا ونحل هذا اللغز. أنا من مضاعفات العددين 3 و2، وأقبل القسمة على كل منهما، وأنا حاصل الضرب للعددين 2 و6، فمن أكون؟ سنجيب عن هذا اللغز في نهاية الدرس. والآن مع فقرة ألعب وأتعلم ولعبة الألوان. أمامنا على الشاشة أكواب ورقية، على كل كوب يوجد عدد، سنقوم بتلوين الأكواب التي تحمل أعداداً تقبل القسمة على 3 باللون الأزرق، والتي تحمل أعداداً تقبل القسمة على 2 باللون الأصفر، والتي تحمل أعداداً تقبل القسمة على العددين 2 و3 معاً باللون الأخضر. هيا أعزائي لنبدأ بالتلوين، ولكن قبل ذلك نطبق الشروط ومن ثم نلون، أي سنطبق القاعدتين ومن ثم نقرر أي لون سنلون به كل كوب. الكوب الأول، من يقرأ العدد؟ أحسنتم، 24. هل العدد 24 يقبل القسمة على 3؟ رائع، نعم، نعم يقبل، لأن مجموع أرقامه 4+2 ويساوي 6، والعدد 6 من مضاعفات العدد 3. هيا نلون الكوب، ولكن قبل ذلك طلابي، هل العدد 24 يقبل القسمة على 2 أيضاً؟ أحسنتم، نعم، لأن آحاده 2، وهو عدد زوجي، أي أن العدد 24
عدد زوجي. إذن العدد 24 يقبل القسمة على كل من العددين 2 و3 معا. إذن سنلون الكوب الأول باللون الأخضر. ما أروعكم طلابي! الكوب الثاني، من يقرأ العدد؟ أحسنتم، 125. طلابي الأعزاء، هل العدد 125 يقبل القسمة على 3؟ ماذا سنفعل؟ رائعون، سنقوم بجمع أرقامه 5 + 2 + 1 ويساوي 8. والعدد 8 ليس من مضاعفات العدد 3، إذن لا يقبل القسمة على 3. هل العدد 125 يقبل القسمة على 2؟ رائعون، لا يقبل لأن آحاده فردي، إذن لن نلون هذا الكوب بأي لون. الكوب الثالث، من يقرأ العدد؟ أحسنتم، 123. هل يقبل العدد القسمة على 3؟ لنرى ذلك نقوم بجمع أرقامه 3 + 2 + 1 ويساوي 6. والعدد 6 من مضاعفات العدد 3، إذن يقبل القسمة على 3. هل يقبل القسمة على 2؟ رائعون، لا يقبل لأنه عدد فردي. هيا سنلون الكوب باللون الأزرق. الكوب الرابع، من يقرأ العدد؟ أحسنتم، 324. ماذا نلاحظ؟ العدد يقبل القسمة على 3، لأن مجموع أرقامه 4 + 2 + 3 ويساوي 9. والعدد 9 من مضاعفات العدد 3، وهو أيضاً عدد زوجي لأن آحاده 4، إذن يقبل القسمة على 2 أيضاً. هيا سنلون الكوب باللون الأخضر. الكوب الخامس، من يقرأ العدد؟ أحسنتم، 157. ماذا نلاحظ؟ مجموع أرقامه 7 + 5 + 1 ويساوي 13، ليس من مضاعفات العدد 3، إذن لا يقبل القسمة على 3. ونلاحظ أيضاً آحاده فردي، إذن لا يقبل القسمة أيضاً على 2. لن نلون هذا الكوب بأي لون. الكوب السادس، من يقرأ العدد؟ رائعون، 1280. ماذا نلاحظ؟ مجموع أرقامه 0 + 8 + 2 + 1 يساوي 11. لا يقبل القسمة على 3، لأنه ليس من مضاعفاتها، ولكن أحده زوجي، إذن يقبل القسمة على 2. سنلون الكوب باللون الأصفر. والآن مع إجابة لغز اليوم، أنا من مضاعفات العددين 3 و2، وأقبل القسمة على كل منهما، وأنا حاصل الضرب للعددين
اثنين وستة، فمن أكون؟ أنا العدد 12. أنتم حقا رائعون. من أجاب معنا إجابة صحيحة فلنصفق له جميعا. أعزائي، هناك بريد عاجل يحتوي على سؤالين. لدينا عدد مكون من ثلاث منازل. المنزلة الأولى وهي منزلة الآحاد مجهولة. يريد منا معرفة الرقم حتى يصبح العدد 530 يقبل القسمة على 2 و3. من يساعدنا في حل السؤال؟ رائعون. سنجمع الرقمين 3 + 5 + فراغ يساوي كم؟ سنضيف على الرقم 8 حتى يقبل المجموع القسمة على 2 و3. ويا حبذا اختيار الرقم أيضاً أن يكون زوجي حتى يقبل القسمة على 2. رائعون. سنضيف 4، إذن العدد هو 534. أحبائي، هل يوجد طريقة أخرى لمعرفة أن هذا العدد 534 يقبل القسمة على 3 فقط؟ أحسنتم، نعم يوجد طريقة القسمة المطولة كما ترون على الشاشة. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في الدرس القادم ضمن سلسلة الدروس المصورة بمبحث الرياضيات للصف الرابع الأساسي الجزء الثاني. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.